الكتاب مش مطور زياده حاجيكم على النوكلياس حتى ممكن يكون سبنياته بعرف الاطفال النوكلياس شيء يسمون النوكلياس مال الكرينيال نيرف مال البرين تيشو نفسه يكون عشان النوكلياس كل النوكلياس لها فانكشن بيفيد موليكيولار ريجوليشن كلش مزعج حاولت اختصر على قدر الامكان يعني فالبرين فيزيكلز بس ما اقدر ما اعطيكم يعني انتم كبرتوا تصلون الاناتومي من جلدكم الواسط سيبلون لسه سيبلون من سيبلون وما تبين جنب من الدكتور وما تبين اول شيء يعني اول ناس للطلاب فما اقدر اختصر على يد الكلمات السنه يعني بس انا حتى تعرفون معلومه يعني تعرفون شيء عن كل شيء فاول شيء ان السيفاليكي ان فضل يوم تشوف حيكون في ريتاليشن هاي الاجتماعات المحاضره السابقه قلنا اكو الواسط سيفالون اللي هو فورتراين والنساء سيفالون هو ميدفراين والرابع سيفالون اللي هو الهاين ماشي فانتوا حفظوا الوساطة اللي هي ام ام بالنسبة سيفلون ميدلين لأنها دائما تتغير الكلمات مالتها يعني اشيل الميدلين خلي بالنسبة سيفلون راس سيفلون فور برين وهكذا وحاولوا تجوا تكون يعني نخليها بي اف دبل ام بي اف ار اتش فانتوا تحطوها الاخيرة هي يعني اللي هي الار اتش اللي تعرفون الار اتش الرمز مالت النيجاتيف نيجاتيف هذا ار اتش هذا ام ام وهذا هي يعني مو مختصر حتى تحفظوها مو على كل شيء فانت باص السيفالون ليس السيفالون ام رابع السيفالون الشغله الثانيه قلنا اكو تو فلكتشرز وذين ذا برين وحده وذين ذا برين اللي هي ان انت من ذا برين حنسميها سيفاليك بينما السيرفايكال العنقيه حتكون بين ذا هايند برين اند ذا سباينال كورد تمام فهاي تو فلكتشرز راح ناخذ السيفلكتشرز معي في الدجوي راح نبدي واحد واحد نحكي عنه اول واحد هو راس السيفالون اللي هو الفورد في تو واحد تن السيفالون داي السيفالون ماشي تن السيفالون ان داي السيفالون تن السيفالون هو ذا موست روسترال بورشن اوف البرين فيزيكال هو ابعد واحد بالبرين فيزيكال هو اللي حيت اول واحد بالبرين فيزيكال هو الفورد ماين هو من اسمه فورد ماين اول واحد عنده هو التنس سيفالون حيكون بجزء من بورشن اللي هو اللامينا تيرميناليس هذا الكوادرين الجزء الوسطي اللي انا هنسميها لامينا تيرميناليس عن تو لاترال اوت بوكتينج اللي هي بريمتيف سيربرال هيمسيبيرز اللي هي تو سيربرال هيمسيبيرز اون ذا رايت اند اون ذا ليفت اللي يطلب بيناتهم شو هنسميها؟ هنسميها لامينا تيرميناليس هذا اللاترال فينتريكل من الاوريجن مالتها تيرن سيفالون يعني الستركشر اللي تتكون من عنده هي من تيرن سيفالون من الفور برين اي هي بارت من الفور برين بس ويتش بارت اوف ذا فور برين تيرن سيفالون ولا داي سيفالون هي تيرن سيفالون زين هاي اللاترال اوت بوكتنج اللي سميناها هيمسفير شنو حيكون الفنتركلز اللي بداخلها شو اسمها؟ اللي تو لاترال الفنتركل اللي بداخلها شو اسميه؟ لاترال فنتركل من اسمها هي تو لاترال فالفنتركلز اللي داخلها هي لاترال فنتركلز هذا اللاترال فنتركلز راح يتواصل ويا فنتركل ثاني حسميه ثيرد فنتركلز موجود بالداين سيفالون داين سيفالون هو مو داي بينصب بهنا داي ثاني داين سيفالون حيكون بيه ثلاثي حتى نلحقه حيكون بيه ثالث الداين سيفالون حيكون بيه ثالث لان هاي حتنسالون عنها كثير بالام سي كيو اذا ما كو السياره اللي هو كل فنتركل بيا ستراكشر يا بارت من البرين فالتنسيفالون حيكون بيه ثيرد فنتركل بينما الدايسيفالون سوري التنسيفالون حيكون بيه لاترال فنتركل بينما الدايسيفالون حيكون بيه ثيرد فنتركل اللي يربط بين الثيرد واللاترال شو نسميها؟ انتر فنتركلر فورامين اوف مون انتوا اكيد ماخذين السي اس اكيد ماخذين السي اس اف اكيد ماخذين هاي الفنتركل وصلنا للفاينل ماخذين السي ال اس وين اللاترال وين الثير شلون سي اس اف فلو بيناتهم؟ هو السي اس اف السيركوليشن مال ماخذين السيركوليشن مال سي اس اف هاي طبعا قلت بشيلها قلت ماخذيها كل مكان بعدين تخليها حتى يدري الدكتور مره مقدمه موجوده نسميها مع بعض يبدي السي اس اف وين يبدي باللاترال فنتركول يروح للثير فنتركول عن طريق فورامين نسميها انتر فنتركول فورامين اوف مونو اللي هي موجوده بين السربرال السربرال والسربلا السربرال وبين الدايسيفالون
اوكي؟ lateral ventricles تعطيني third ventricles. lateral ventricles تعطيني third ventricles. بعدين third يعطيني fourth ventricles. lateral يعطيني third عن طريق الفورمن بيناتهم نسميها interventricular foramen of Monod. اللي هي هاي interventricular foramen of Monod. اللي هي بين lateral ventricles اللي هي التنس فيلون هو راح يعطي lateral ventricles. بين lateral ventricle وبين third ventricle موجود بالدايسيفالون. الدايسيفالون اللي هو second part of the fourth vein هو within which the third ventricle forms. شوف عادتكم اياها مرة ثانية ان third ventricle within the dianciphalon ايش حيكون؟ حيكون هذا structure طبعا كل شيء مطور منه مع كده. انا بس اريد تخبروني ان الدايسيفالون حيسوي optic cup and stop. حيسوي البيتيوتري او نسميها الهايبوفيسيس. حيسوي الثلاماس هايبوثلاماس ويسوي الهيبوفيسيس اور الهيبوفيسيس. هذا اللي تخطوه في المكان اللي هي بارت اوف ذا دايسيفالون. بارت اوف ذا دايسيفالون. الدايسيفالون هو بارت من الفورمين اللي حيكون من الاوبتيك كاب اند ستار بيتيوتري ثلاماس هايبوثلاماس هايبوفيسيس. نرجع للمثال قبل ما نعبر عن الجزء الثاني. مثل السيفالون حتى نكون هذا نهائيا ما خليتكم اي معلومه عنه. مجرد تعرفون انه هو ميدبرين. مثل السيفالون هو ميدبرين. بس يصير بالنيورولوجيكال ديفرنشيشن ما راح ياخذ تسميات، ما راح ياخذ باردات، كل واحد شو يكون. ماخذكم اياه على ليفل الميوك بياس. سجلوا لا تصوروا. تنين سيفالون وداين سيفالون. تنين سيفالون الحين تنسيفلون دايسيفلون اللي هي تي دي تي دي اللي هو الفور بلاين. شنو هو شيء يكون الفور بلاين؟ تو بار تنسيفلون اند دايسيفلون. الميد بلاين ما بي والفور بلاين بي تو ام. سنرجع الميد بلاين ما بي بار بلاين. التنسيفلون حيسوي لاترال بوك اب او بوكينج اللي حنسميها شنو؟ سيربرال هيمسفير اللي حيكون ميديكال داخل الستركتشر هو سيربرال هيمسفير اللي هو السيربرال اون ذا رايت اون ذا ليفت. وداخلها فينتريكول حنسميه لاترال فينتريكول. الدايسيفالون حيسوي ستراكشرز عددناها اوبتيك كاب اند ستار. حيسوي البينيال بالشيتري هايبوفيسيس والفيسيس. هذول الستراكشرز within this دايسيفالون حيتكون فينتريكول حنسميه ثيرد فينتريكول. زين السي اس اف وين يتكون؟ بس ناخذها داخل الفينتريكول. سي اس اف يتكون داخل الفينتريكولار سيستم او الفينتريكولار سيستم حتكون مبطله بالدايموند سيلز. حتصير بيها بروليفريشن موديفيكيشن تبدا تعطي سي اس اف. هذا السي اس اف ما يبقى يتجمع بالبرين يصير بشنو؟ سوالف قطع بطي يتجمع يصير هايبوسيكلاس. لازم يبدي ياخذ سيركوليشن ينزل للسباينال كورد يتوزع ويرجع يصير بيه سيركوليشن ويروح للصب على يونايتد سبيس. احنا هذا السي اس اف بس راح ناخذ السيركوليشن من اللاترال راح يجي ينزل للدايسيفالون اللي هو وين راح يروح؟ ثيرد. راح نجي على الرسم. هذا هو السيربرال هيمسفير. هذا ورا السيربرال هيمسفير راح يجي من البرين. الجزء الوسطي اللي بعد السيربرال هيمسفير طبعا بيناتهم دائما ترمينالز اللي هي تربط بين التو سيربرال هيمسفير. بينما هذا الجزء الثاني هو التنين الدايسيفالون اللي هو بعدين حيسوي الهايبوثلاماس فيوجن كذا كاناتوميكا. فهذا الدايسيفالون حيسوي ثلاماس وايب ثلاماس واوبتيك كاب اللي عدد داخل هاي الفور فنتركل حنسمي الفير فنتركل. هذا الميسن سيفالون هو الميدبرين بدون اي ديتيلز. عبروا على الهايبوبيس. الهايبوبيس سمينا رومبن سيفالون. ماشي رومبن سيفالون حنقسمها هي بارت من التنين سيفالون. يقسم البرين الى تو سيربرال يربط بيناتهم. ثالث بارت من الفور من البرين تشو هو رومبن سيفالون او هو الهايمن اللي حيكون بي تو بارت ماينس سيفالون وميتن سيفالون بيناتهم ام. حتى ما تقولون احنا عندنا ميسن سيفالون هي من البرين. ميسن سيفالون ما فيها بارتات حتى تشيلوها من دماغكم. فاحنا عندنا يا اما تي دي حتى الخاف يجيكم all the following are parts of the foramen itself. فأنا أقول لكم مثلا missing cephalon, minus cephalon وال beta cephalon وال tenon cephalon. فبس ال tenon cephalon لأن ال TD هي ال foramen.
الدو اب هي هايند براين والميس سيفالون هي ميد براين ما بيهمتي اصلا انا بس هي ميس سيفالون هي ميد براين فعندنا يبقى الفور برين او اجيب لكم انه اول اوف ذا فالومنت از ذا ميد ريبريزنت ذا ميد براين فاقول لكم كلها من ضمنها الميس سيفالون فراح يكون عندكم الميس سيفالون هو الميد براين فتحطوه من هاي التسميه رابي سيفالون بي ماي سيفالون ار ميتنا سيفالون ماي سيفالون هو الميدولا اوبليجاتا سامعين بالميدولا اوبليجاتا وين ميتا سيفالون حيكون تو بارت واحد السربيلا احنا قلنا سيركلام اول شيء بفور فريم واحد السربيلا وواحد البونز وين سامعين بي اللي هو باث واي اوف ذا نير فايبرز ماشي فهو الباث واي اوف ذا نير فايبرز بتوين ذا سباينال كورد اند سيركلام اند سيربيلا يعني النيرفات اللي صاعده والنيرفات اللي نازله حيكون الباك واي مالتها التجمع الاساسي قبل ما تدخل للسباينال كورد هو وين؟ وبعد عندنا شنو؟ الجزء الثاني سربيلا اللي هو المخ اللي مسؤول عن شنو؟ كوردينيشن اوف موفمنت وذن ما حدد لكم البارت مالته بس قال لكم portion of the tube that is present in the developing rhombencephalon in hind brain كله اكو عندنا fourth ventricle فصار عندنا lateral ventricles وين موجوده؟ بالفور برين بالتنسفلون بالفور برين اكو عندنا ventricle ثاني نسميها third ventricle موجود بالتنسفلون بالرومبنسفلون اللي هو الهايند برين بدون ما يحدد which part اللي هو الميتنسفلون اللي هو الماينسفلون هو راح يتكون fourth ventricles ماشي؟ وتحطون الفروع الرئيسية اللي هنا الميدولا اوبليجاتا هنا البونس هنا هنا منو بعد عندنا سيربرام وهكذا اوكي بيها النيوكلياس والهيستولوجيكال ليفل كلش ديتيلز بالكتاب يعني هواية بس ماستر ما يقدروا فانتوا يعني في غنى عنها اذا عرفتوا ذني اذا هاي المحاضرة خلصت بساعتين هذا مطلقكم اياها بس التخطيط راس السحر الرامبل سيبلان وراح نمر الجيم يعني سباينال كورد فهم منكم اياه اللي هو دايركت بس هو كانه في بوزيشن بعدين راح يكون في فور برين بينزل سباينال كورد فهذا اول واحد راس السيبلان راح ينقسم جزئين تنس سيبلان اند داي سيبلان بعدين نس السيبلان هو الميد برين نفسه بس وقال لكم اياه نفس النوع اللي هو الورقي بعدين الاخضر راح يتقسم ميتا سيبلان اند ماي سيبلان اللي هو الهايند برين اذا حفظتم هذا الرسم حتحطون الباركات ما مطلوب منكم رسم بس اذا حفظتم هذا التقسيم حتحطون الباركات يعني بغض النظر عن الديتيلز هذا الرسم حفظوه حتى تتذكروا مرات القدرات الرسوميه تتذكر الصوره فتتذكر دكتور الجيمس كريم يعتبر الموست سيفايد يعني ما تقول ذا موست فايد ليش تستخدمه مش جاي مش في واحد. لا بارت هو موست سيفال وغير كروس هو اكثر واحد خلاص بس ترى في سيفال وفي كودال مو سيفال زين هاي التقسيمات احنا بدنا نحكيها اناتوميكال ديفيجنز بنحكي على فانكشنال ديفيجن من البرين حنقسم اثنين برين ستيم وهاي سنتر الهاي سنتر سيربرام وسيربيلا حتى نحطوها الهاي سنتر هو يمثل السيربيلا هو سيربيلا الهاي سنتر يصير مخالف لمن للسباينال كورد بينما البرين ستيم يكون الستركشر مالته مشابه للسباينال كورد ليش؟ لان هو يكمل كلية سباينال كورد لو نرجع البرين ستيم هذا سباينال كورد هذا الجزء الوسطي هو البرين ستيم اللي يبدي منين؟ حيشمل يشمل الرومبيك سيفالون المايلين سيفالون والميتال سيفالون بس الميتاسيفيلون ما ياخذها كلها السربيلا ما ياخذها السربيلا ليش يعني السربيلا بدنا جزء من شنو؟ الهاي سنتر نرجع قبل ما نخلق البرين احنا هسه يمكن شويه البرين حنقسمه اناتوميكال في شينا ثري بارت حنقسمه فانكشن بي هاي سنتر وبي برين ستيم اللي هو البرين ستيم المركزي وبي الهاير سنتر هاير سنتر سربرام وسربيلا السيربرا مو سيربيلا هاي هاي سنتر حفظوها انتهت نقطة لا صفر سيربرا مو سيربيلا إذا سيربرا مو سيربيلا إذا جبناها من ضمن البارتات متكون برين ستيم فهي فوكس لأن هي موجودة من هاي سنتر فأنتوا حتى لو ما حاطين البرين ستيم مش يشمل إحنا حاطين إنه هاي السيربرا
سيفالون والميتا سيفالون اللي هي برومي سيفالون اللي هو الهايد بلاين. اذا الهايد بلاين كلها ما عدا اسمه عدا السيربيلا، لان السيربيلا خليناها بهاي سيرفا. فمن نقول لكم البرين ستيم اول ذا فاوند ارتكل ستيم، اقول لكم اول ذا هايد بلاين فولس. اذا اقول اول ذا هايد بلاين هي بارت من البرين ستيم هي غلط. ليش؟ لان يعني السيربيلا هو جزء من الهاير سنتر، بينما البرين ستيم راح ياخذ الماينس سيفيلود والميتال سيفيلود بس البونس ما راح ياخذ السيربيلا. السيربيلا جزء. فاذا اقول اول ذا هايد بلاين هو بارت فهي غلط، اذا كملت اكسبت للسيربيلا فهي بارت. زين اول ذا هايد بلاين هو بارت اوف ذا برين ستيم صحيح، لان الميتال سيفيلود كله هو جزء من البرين ستيم. الفور بارت اوف ذا فور برين هو جزء من البرين ستيم؟ لا. الفور برين هو سيربرام، والسيربرام هو هاي سنتر. فمن اقول الفور برين هو بارت من الهاي سنتر؟ ترو. عرفت شلون تحكمون؟ تحكمون تسلسل الماركات. مفهوم البرين ستيم هو الجزء الوسط، الهاي سنتر هو الجزء الطرفي اللي هو سيربرام وسيربرام. نعرف انه احنا الفور برين هو سيربرام وهو فينتريكلز وياه، فالسيربرام مو جزء الفور برين، نوت بارت اوف ذا برين ستيم. تو فور برين نوت بارت اوف ذا برين ستيم، لان المنتس المنت او مثلا اقول لكم المنت برين هاند برين بارتيسيبيت ان ذا فورميشن اوف ذا برين ستيم. ترو. ليش بارتيسيبيت؟ تشارك. انا ما قلت اول ذا ميد برين اند هاي ميد برين بارت اوف ذا، اذا قلت اول حتصير العباره فولس. ليش؟ لان السيربيلا مو جزء منها. بس انا ايش بدي اقول لكم؟ بدي اقول لكم بوث بارتيسيبيت ان ذا فورميشن اوف ذا برين ستيم، صح تشارك لك منها سواء جزء منها او كلها هي جزء منها. بينما من اقول اول انا نفيت دخلت السيربيلا فصار الغلط. من اقول لكم اول مثلا اقول لكم فور ميد هاي تبلاي بارتس بيت ان فورميشن اوف ذا برين ستيم هتكون فولس. ليش؟ لان السيربرام هو فور برين ما شاء الله. كنت واخذكم بس فهمت. بس الفور برين هاي سنتر. والهاي برين بارت اوف ذا هاي سنتر. الميد برين بس برين ستيم. الميد برين كله شارك يسوي برين ستيم. الهاي سنتر جزء من الفور برين جزء من الهاي. بينما الميد برين اللي هي هو ما محدد بس هي سنسري. اخر موضوع واعيد
عادي ان الولد ماش بس سمع الثاني او درس اعطيتهم اياها. دكتوره كان جاي وما حضر طلع نص ساعه ورجع لها في ما يسمع. سوي امتحان مؤجلين ورقه. ايه. قول فرع قاضي ابو بس يقطع. ما احتاج بس. انا ضارب يا اخوي. الكرانيال نيرفز. الكرانيال نيرفز خليت لكم اياها بس هي يعني انتوا كلش مادتكم صعبه هوايه. انا الكرانيال نيرفز مزعجه فخليت لكم اياها على الاقل يعني انه انا اعطيكم اياها بس ما بتدخل الامتحان ولا حتى اعطيكم اياها مسكين يريد يطلع عليها يطلع عليها ما بيهم الديتيلز وكونجيني طلع لو ما لي اسمها من يريد يعرفها هي اصلا حضرتها المات كمان بس يعني كم واحد ماخذيه احنا العام الجيلي يقولون نحن ما ماخذين اللي هو سي اس اف سيكوليتي. السي اس اف مين يجي؟ هو من الكورايد التكساس. الكورايد التكساس مين تجي؟ بالبرين فنتركلز عن طريق ذا موديفيكيشن اوف دايمال لير. اذا بدنا نقول لكم الاوريجن اوف الكورايد التكساس اور السي اس اف برودكشن واخلي لكم تذكروا لي كلاير سيلز قال لنا اسامي سيل بروتوبلازميك وفيلر او هموم وانتكم فاحنا ايش راح نخليكم؟ اخليكم اقول من ابن دايمر فالاوريجن مين هو من ابن دايمر سيلز فالاوريجن اوف ذا برايفت لاكسس هو من ابن دايمر لاير طبعا انا احكي هيجي بتلقائيه يعني وانتم تسجلون اللي ياخذها يعتبر كانه انا اعطي الاسئله فهي بتكون ما فيها سي اس اف از كريتد باي ذا برايفت لاكسس اللي هي بالبرين فنتركلز كل الفنتركلز كم فنتركل صار عندنا؟ lateral fair in the fourth lateral fair to my deep cerebrums راح يتكون تقريبا 400 الى 500 مول of CSF pair بالأدي تبدي production of the CSF bilateral ventricles عن طريق interventricular of foramen أو interventricular foramen of Monroe راح تروح the third ventricles اللي كنا موجود وين؟ بعدين تروح through the cerebral aqueduct سامعين؟ تربط الثيرد بالفورث فنتريكلز السيربرال اكويداكت موجوده بالمتبرين لو نرجع على الفنتريكلز نفسها لو يعني واحده من الاسئله اللي احبها اني ولا كنت ما اعرف عن السيارات احتمال السنه اول شيء انه كل فنتريكلز شنو كل سوري بار اوف ذا برين شنو الفنتريكلز يتكون داخله مثلا الفورث برين كان عندنا لاترال وثيرد المتبرين حيكون بيها سيربرال اكويداكت والهايند برين حيكون بيها فورث فهي حيبدي من فوق من اللاترال يجي بالثيرد هو راسم نفس المسار عن طريق الاكويداكت راح يجي من الثيرد يروح للفورث فنتركلز الفورث فنتركلز بالهايند برين شو يجي ورا الهايند برين؟ يجي سباينال كورد فاول شيء لاترال فنتركلز عن طريق الانتر فنتركل فورم اوف مونرو للثيرد فنتركل عن طريق السيربرال اكويداكت راح يروح للفورث فنتركل من الفورث فنتركل حيكون طريقين انه السب انتر ذا سباينال كورد والسب بوت ذا سب اركينويد سبيس ذا سراوند ذا سي ان اس يعني يحيط البرين يروح للسب اركينويد سبيس الحيطه وجزء يدخل للسباينال كورد سي اس اف از ابزورب انتو ذا فينوس سيستم from the subarachnoid space through the arachnoid granulation the CSF flows the brain and provides support كلكم تعرفون ان CSF هو protection للبرين to shock the leg position to decrease the وزمه 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 يعني قبل الصدمات يعني prevent the injury of the brain tissue ف لازم يحيط ال CNS لازم يحيط ال spinal cord اذا يتعرفون ال CNS ال brain tissue هو السباينال كورد هنا فور بارت اوف ذا سنترال نيرفس سيستم اللي اكتفى بس السي اس اف عيد السي اس اف قلنا لاترال فنتريكلز بالسيبرال مسيبرال بعدين يصير عندنا بالميد برين بعدين سوري بالداين سيفالون حيكون الثيرد فنتريكلز بعدين بالميد برين حيكون عندنا الاكويداكت سيربرال اكويداكت بعدين راح يتكون فورث فنتريكل بالرامبن سيفالون وبعد الرقم سيفيلون اللي هو الهايند برين يجي سباينال كورد تبتدي سي اس اف برودكشن مالتها وين؟ باللاترال فنتركلز من اللاترال فنتركلز عن طريق الابن دايمال سيل موديفايد ابن دايمال سيل وذن ذا
فنتريكوم لايننج عشان حسب البراي بلكسس راح تعطي 400 الى 500 هذا جبت مو الام اول الام عشان اشرح يعني اس هي توك اباوت انكمبلوجن سيبريشن اوف ذا سي اس فدي ما تحكون بالنهايه راح تحكون انه فور برين يعني من الفنتريكوم اللي يضيف لي فور برين من البرين ما برين يعني هي يعني كانه هو اخذ راح من فور برين والأرض ما هي بالدايمون سيار أنقذ 400 إلى 500 مول من اللاترال ميتريكول راحت عن طريق الانترفنتريكولار من أطمان هو انتو ده فير ميتريكول عن طريق السيربلال انفيدكت راحت للفور فنتريكول تيجي الفور فنتريكول حيصير عندها تويز جزء يرجع مستبرك نايت سبيس سراوندينج بالبرين تيشو جزء ينزل بالسباينال فور ليتر اون نفس الخطوة حيصير ابزوربشن يعني هو برودكشن وين هو ما يكون البرودكشن يوميا وما يكون كونسبشن سوالين معنى زائد بس خلاص لازم يصير ابزوربشن حتى تكون السيركوليشن انتسهم يصير ابزوربشن عن طريق فينس سيستم وترجع الى الثاني يوم 400 ل 500